دكتور طارق الأدور. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا محمد، وتحياتي لكل المشاهدين، تحياتي لكل طاقم العمل معاك. الاول بقول لحضرتك الف مبروك حصول منتخب مصر على افضل منتخب، محمد صلاح على افضل لاعب، مستر كوبر خد افضل مدير فني في افريقيا. وفي نفس الوقت عايزين يعني نوضح للساده المشاهدين موضوع جائزه فرانس فوتبول وجائزه افضل لاعب في افريقيا من قبل الاتحاد الافريقي. شوف، عايز اقول لك على حاجه، اللغط الدائر الان ومن بعض الناس مش عارف ايه سببه بالظبط، ان عايزين يغيروا وجهه التاريخ الواضح والظاهر جدا والمعروف وكل شيء. ده شيء لا تبرير له، الا ان في ناس عايزه تغير معالم التاريخ. نعم. التاريخ بيقول ان قبل ما يبتدي الاتحاد الافريقي لكره القدم بدا يعمل جائزته اللي هي جائزه احسن لاعب افريقي. نعم. عام 92. نعم. انما ما قبل 92 كان هناك جهه محترمه جدا اللي هي مجله فرانس فوتبول بتنظم جائزه احسن لاعب افريقي، وكانت بتمنح الكره الذهبيه. نعم. هذه الجائزه بدات سنه 1970، وفاز بيها اللاعب المالي شريف كيتا، كان لاعب مشهور جدا. نعم. وكان واحد من اللعيبه الافارقه الرواد في الاحتراف لاوروبا. انت عارف فتره الستينات والسبعينات ما كانش لسه في احتراف بشكل كبير، ولا احتراف في قاره اوروبا، وكان يعني عدد قليل جدا من الافارقه اللي هم بزغوا نجومهم وبداوا يحترفوا في اوروبا، وكان ابرزهم وقتها هو اللاعب شريف كيتا، كان محترف في الوقت ده سنه 70 في نادي سانت اتيان في فرنسا. نعم. نادي بلاتيني. نادي كان مشهور جدا في فرنسا، وكان هو بطل فرنسا. حتى ان الابطال الاوائل او الحاصلين الاوائل على الكره الذهبيه ديت كانوا من اللعيبه اللي داخل القاره، اللي كانوا في افريقيا، لان كان بمنتهى البساطه كانوا هم اللعيبه البارزين كلهم كانوا بيلعبوا داخل القاره. نعم. يعني امبارح بالامس اللي تابعوا الحفله كان في تكريم خاص جدا للاعب الغاني ابراهيم صندي. نعم. ابراهيم صندي ده كان ثاني لاعب يفوز في التاريخ بلقب الكره الذهبيه بعد سليم كيتا اللي قلنا ان هو خد اول كره ذهبيه سنه 70. سنه 71 ابراهيم صندي. طب هم كرموه ازاي يا دكتور؟ وهو ما خدهاش بالمسمى الجديد، ده خدها في المسمى القديم يعني. ما هو خدها في المسمى القديم، لان انا كان عندي الجائزه الوحيده المعترف بيها والجائزه الاكبر في افريقيا هي جائزه مجله فرانس. نعم. اللي هضيفه لك بقى اكتر، ما الان مثلا حتى على المستوى الدولي في جائزه من الفيفا بتقدم. نعم. من الفيفا. نعم. ولا زالت مجله فرانس فوتبول بتقدم الكره الذهبيه. نعم. لا زال مجله فرانس فوتبول رونق كبير جدا وشهره عالميه جدا للجائزه اللي بتقدمها جائزه الكره الذهبيه لما خدها كريستيانو رونالدو السنه دي. نعم. هو كان في دمج يا دكتور، كان في دمج لجائزه الفرنس فوتبول وجائزه افضل لاعب في العالم، ويعني لسه يمكن من سنتين او ثلاثه تم الفك ما بين الاتحاد الدولي لكره القدم والفرنس فوتبول. هو مجله فرانس فوتبول بس بقى. انا عايز اقول لك ليه مجله فرانس فوتبول بشكل خاص كان ليها رونق خاص. ليه بقى؟ لأن مجلة فرانس فوتبول كانت بتستند إلى خبراء كرويين. نعم. بمعنى إيه؟ مين الشريحة اللي بتختار أحسن لاعب؟ في ثلاث شرايح موجودة في اختيار أي أحسن لاعب في أي استفتاء في الدنيا. نعم. إما إن يجيبوا خبراء، والخبراء دول يكونوا عندهم دراية بالكرة العالمية أو بالاستفتاء اللي بيعملوا بيه، يعني متابعين الكورة في قارة أفريقيا لو كان استفتاء أفريقي، متابعين الكورة في العالم لو كان استفتاء دولي، متابعين الكرة المحلية في كل اللعيبة لو كان استفتاء محلي. ده قطاع الخبراء. القطاع الثاني هو الجماهير. وبيني وبينك ده أقل قطاع تستند عليه قوي. ليه؟ لأنه وجهات نظر بعيدة عن الفن، يعني عن الحاجة الفنية يعني. وكمان الانتماء بيغلب على هذا القطاع. نعم. يعني لو واحد مثلا إيه زملكاوي هيختار الزملكاوية، أهلاوي هيختار الأهلاوية، وهكذا. نعم. فهتلاقي إيه في يغلب عليه طابع الانتماء شوية. القطاع الثالث هو اللي بيختاروا المدربين. مشكلة المدربين إيه بقى؟ في أفريقيا بشكل خاص
ان في افريقيا ممكن مدرب مثلا لسوتو نعم يكون ما تابعش زي ما حصل مثلا. احنا نضرب مثال صارخ جدا لما بوتريكا لم يختار احسن لاعب في افريقيا عام 2008 وراحت لاديبايور ايمانويل اديبايور. بص بقى ابو تريكا واخد كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر نعم ومسجل هدف الفوز في المباراه النهائيه امام الكاميرون نعم وخد دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي وخد السوبر الافريقي مع النادي الاهلي نعم. واخد دوري مع النادي الاهلي وكاس العالم للانديه المصري يعني واخد كل شيء. وايمانويل اديبايور ده ما كانش عمل حاجه خالص السنه ديت نعم. ورغم ذلك لان المدرب ياخد بالشهره. ممكن مدرب مثلا بتاع بوتسوانا ما شافش ابو تريكا فمش هيدي الصوت لابو تريكا. مين اللي مشهور قدامه؟ ايمانويل اديبايور. يبقى راح يديله صوت عشان هو بيلعب في الخارج يعني. نيجي بقى لاعلى فئه من الثلاث فئات اللي انا ذكرتهم، الجمهور والمدربين والخبراء. هم الخبراء. ليه الخبراء؟ لان انا مجله فرنسا دول ما بتختارش خبراء يعني عمياني كده زي ما بنقول، لا بتختار الخبراء دول بناء على متابعتهم للكره العالميه وشايف الكره، شايف ريال مدريد بيعمل ايه، شايف برشلونه. يعني مش هيجيبوا اي حد يقولوا عليه خبير، لا خبير بجد بالظبط. ده خبير وبيذكر اسمه في بطاقه الاستفتاء. نعم. يعني بيقول انا واخد مثلا من المانيا الشخص الفلاني اللي هو خبير الكوره في المانيا. نعم. واخد من فرنسا الشخص الفلاني، بيذكر بالاسماء. فده شخص ما بيتمش اختياره عشوائي، لا بناء على انه متابع للكره العالميه، متابع للكره الافريقيه، متابع لكل مباريات الكوره، بيشوف ماتشات كتير، بيحضر في الملاعب، يعني عارف كل شيء عن الكره الاوروبيه لو كان في اوروبا، او عن الكره الافريقيه لو كان في افريقيا وهكذا. ومن هنا كان الاستفتاء ده استفتاء له رونق خاص جدا. على فكره اول استفتاء اللي هو سنه 70 اللي فاز بيه سليف كيتا على ابو جريشه، الكابتن على ابو جريشه طبعا خد في المركز الثاني، خد في المركز الثاني بعد على طول سليف كيتا، لانه كان عامل موسم تاريخي مع النادي الاسماعيلي لو تذكروا. فازوا على حساب الانجلبير بالظبط في المباراه النهائيه، وكان على فكره هداف البطوله وكان مسجل 8 اهداف، سجل في كل مباراه. في حاجه ثانيه يا دكتور برضو، يعني دلوقتي الفريق اللي حصل على ابطال افريقيا الانديه ابطال الدوري، هل بيتشال في التاريخ؟ ما هي دلوقتي بقى اسمها دوري ابطال افريقيا بالظبط، ما اتشالتش من التاريخ. لا ما هو عشان كده انا لما اجي ايوه انت يعني ما شاء الله ذكرت مثال واضح جدا. بطولة افريقيا للاندية، اما كانت اسمها بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري، بدأت سنة 64 واما فاز بيها نادي اوريكس دوالا. لما ابتدت 64 اتغير مسماها في اول مرة في سنة 97 بقت دوري ابطال افريقيا. هل معنى كده ان البطولة اللي خدناها خدها النادي الاهلي سنة 82، او البطولة اللي خدها الزمالك 84، او اللي خدها ثاني الاهلي 87 دي ما تتحسبش؟ يعني انا ما اقول الاهلي خد بطولة دوري ابطال افريقيا، بقول ان هو خدها 8 مرات، ما بيحسبش بتوع 82 و87 ولا بيتحسبوا؟ لازم يتحسبوا يا فندم. بيتحسبوا، لان هو دي البطولة اللي كانت جارية وقتها. نفس الكلام بنقوله على جائزة أحسن لاعب، جائزة الكرة الذهبية، جائزة محترمة جدا وكانت بتقدر يعني واحدة من أفضل الاستفتاءات في العالم، ولا زالت حتى الآن. أما حصل الاتحاد الدولي انفصل عنها بدأت بتنظم بشكل فردي، ايضا جائزه لها احترامها، لكن هي كانت ما قبل ثاني وكرر ثاني ما قبل 92 لم يكن هناك اي جهه بتنظم مسابقه لاحسن لاعب افريقي الا مجله فرانس فوتبول، وبالتالي سليف كيتا لا زال احسن لاعب بالامس، ابراهيم صندي لاعب اشانتي كوتوكو اللي خد الجائزه سنه 71 اتكرم امبارح تكريم خاص بناء على ان هو واحد من الليجند أو خد البلاتينم، خد التكريم البلاتينم، واحد من الاساطير في الكره الافريقيه بالظبط، واحد من الاساطير. عندك كان من حوالي 5 سنين اتكرم تشيميمي وبوانجا اللي فاز نعم باللقب. نعم. ولو تفتكر يا دكتور، في يورو 2000 كان تم اختيار وتكريم كابتن محمود خطيب وكابتن ابراهيم يوسف من قبل الاتحاد الاوروبي، وكان تم ارسال الدعوه وراحوا احدى المباريات بسبب ان هم يعني واحد حصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا، وكابتن ابراهيم يوسف حصل على ثالث افضل لاعب في افريقيا في سنه من السنوات يعني.
مظبوط. كابتن ابراهيم يوسف كان سنه 84 الزمالك فاز باللقب سنه 84، نعم، خد المركز الثالث في 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 السنه ديت، وكان طبعا قدم موسم اكثر من رائع. كان الكابتن ابراهيم يوسف كان خد الجائزه طبعا اللاعب المميز جدا الكاميروني طويف الابيجا. نعم. ابيجا ده كان قائد المنتخب الكاميروني اللي فاز باللقب، اول لقب كاميروني لكاس الامم عام 84، كان خد الكره الذهبيه. وكان جوزيف انطوان بيل وقتها كان بيلعب في المقاولين العرب، نعم، خد الكره الفضيه، وابراهيم يوسف خد الكره البرونزيه. سنه 85 برضو ابراهيم يوسف خد الكره البرونزيه، كان فاز محمد التيمومي، نعم، لو تتذكر محمد التيمومي ده كان، نعم، لاعب في نادي الكيش الملك المغربي، نعم، اللي كان اقصى الزمالك من الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، كان خد الكره الذهبيه. وكان رابح ماجر نجم الجزائر الكبير جدا كان خد الكره الفضيه، وابراهيم يوسف كان خد للسنه الثانيه على التوالي برضو الكره البرونزيه. دكتور طارق، برضو لازم ارجع لك لمفارقه غريبه، يعني في 82 النادي الاهلي حصل على دوري ابطال افريقيا او بطوله افريقيا عندنا ابطال الدوري، وكابتن محمود خطيب يعني كان مكسر الدنيا في هذه البطوله، كان جايب 6 اهداف في البطوله وجايب هدفين في النهائي في القاهره، في كوتوكو وهدف خارج القاهره، وادوها لنكونو الكاميرون. مظبوط مظبوط. ليه بقى؟ هقول لك ليه. هو في الاستفتاءات بتاعت العالميه دي بالذات بيحطوا ترتيب انجازات اللاعب كالتالي: رقم واحد انجاز اللاعب مع منتخب بلاده، منتخب البلاد، رقم اثنين، نعم، مع منتخب بلاده، نعم، منتخب الاول، نعم، رقم اثنين انجاز اللاعب مع ناديه على المستوى الدولي، يعني لو مثلا مستوى قاري يعني، نعم، واخد بطوله دوري ابطال افريقيا، ده تقييمها اعلى ما بيكون مثلا الاهلي واخد الدوري المحلي، نعم، نمره ثلاثه يجيب لك انجاز اللاعب مع ناديه محليا، نعم، فالاعلى حاجه مع المنتخب، يليها مع النادي دوليا، يليها مع النادي محليا، نعم، دول كده بالترتيب. ففي السنه ديت سنه 82 كلنا نذكر ان المنتخب الكاميروني كان وصل لكاس العالم وعمل عروض قويه جدا، نعم، بقى روجيه ايدا وكان نويف الابيجا وامام بيك واللعيبه اللي هي اللي كانت مميزه في المنتخب الكاميروني. فتوماس نكونو كان حارس مرمى المنتخب الكاميروني في كاس العالم وقتها، ظهر على مستوى دولي، فكان الانظار متجهه لكاس العالم اكثر ما متجهه لبطولات افريقيا اللي هي دوري ابطال افريقيا اللي هي كاس افريقيا للانديه، ابطال الدوري اللي خدها النادي الاهلي او الالقاب الاخرى، كان التركيز اكتر على كاس العالم، وبالتالي توماس كونو هو اللي تفوق على الخطيب. بس بيني وبينك انا كنت احد الناس اللي عايشوا لهذا الاستفتاء سنه 83 اللي خد فيه الخطيب لقب احسن لاعب، وكان الممثل مجله فرانس فوتبول بمصر كان فرنسي توجولي اسمه ايمانويل مرادس، كان معاه الجنسيه الفرنسيه وكان معاه الجنسيه المصريه، ده كان على فكره صديق شخصي ليا، كنا بنقعد مع بعض كل يوم ونتكلم في الكره العالميه. فكان من ضمن ما ذكره لي وقتها انه في عام 82 كان في تعاطف كبير جدا من كل اللي شاركوا في الاستفتاء مع الكابتن محمود الخطيب وقتها، لان هو كان عامل موسم استثنائي مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وبالذات المباراه النهائيه اللي سجل هدفين في القاهره في مرمى كوتوكو، وهدف في مباراه العوده كلنا لازلنا نذكره حتى الان بتعليق الكابتن الشربيني، نعم، الهدف اللي كان في كوماسي، في كوماسي، ثلاث اهداف في النهائي، غير طبعا كان جايب جولين وهو عنده كسر في عظمه الوجه لو تفتكر الوجنة، نعم، في مباراه اينوجو رينجرز في الدور قبل النهائي 4-0 في القاهره، وكان جايب جول في جرين بافالوز في دور الثمانية، يعني 6 اهداف في دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي اللي هي الادوار الحاسمة للبطولة. فكان هذا التعاطف معاه بشكل كبير جدا لادائه وقتها، وكان انجازاته الكبيرة مع النادي الاهلي حتى على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. فكل اللي كانوا بيستفتوا في السنة اللي بعدها سنة 83 وجدوا انه هو الاقدر. لو تفتكر اللاعب اللي كان سجل هدف فوز نادي اشانت كوتوكو في مرمى النادي الاهلي في نهائي 83 بالهدف الاوفسايد في القاهره، الهدف الاوفسايد بتاع محمد حنطل، ايوه لو تذكر هذا الهدف، كان بوكو ايمانويل بوكو هو اللي جاب الهدف دوت، وكان لعيب مميز جدا في نادي اشانت كوتوكو،
كان في صراع بينه وبين الخطيب. بس كل اللي استفتوا في هذا العام تعاطفوا جدا مع الخطيب، رغم ان الاهلي فقد اللقب الافريقي، لكن الخطيب كان على فكره برضه هداف البطوله دي. يعني ده حقيقي فعلا، اللي خسرها النادي الاهلي كان هدافها برضه، فتعاطفوا مع الخطيب وادوا له الجائزه. على ما اذكر الخطيب كان واخد ساعتها 98 صوت. وكان قريب منه اوبوكو انتي، اللي هو اوبوكو انتي اللي سجل الهدف في مرمى النادي الاهلي الاوفسايد ده، كان جايب على ما اذكر 89 صوت، كان فارق 9 اصوات تقريبا في الاستفتاء دوت. لكن فاز الخطيب بالجائزه، ويومها صدرت مجله فرانس فوتبول اللي هي كانت دايما بتصدر يوم السبت، وقتها تصدر كل يوم سبت. انا على فكره عندي المجله دي لغايه دلوقتي. صدرت يوم السبت، حطوا نتيجه الاستفتاء وبطاقه استفتاء كل واحد منح لمين من اوبوكونتي والخطيب بالتصويت. كان الكل بطاقه استفتاء فيها 5 اصوات، الاول في كل بطاقه ياخد 5 نقط، والثاني ياخد 4 نقط، والثالث ياخد 3 نقط. طب دكتور طارق، عايز انتقل لشان اخر، وهو اختيار 3 لعيبه من نادي الاهلي في فريق القاره الافريقيه في 2017، احمد فتحي، علي معلول، وجونيور اجاي. راي حضرتك في هذا الاختيار؟ هو طبعا هذا الاختيار كان، انت هتعلم طبعا، كان بيعملوا استفتاء لافضل لاعب داخل القاره، اتلغى اول مره يتلغي السنه دي، ومش عارفين ليه. لا انا عارف ليه. هو حتى انا يعني تحدثت مع بعض المسؤولين في الاتحاد الافريقي، قالوا ايه؟ اولا احنا مش عايزين نعمل ازدواجيه، دول داخل القاره وخارج القاره، الحكايه اللي هي بقت تقسم اللعيبه لجوه القاره وبره القاره، ودي حاجه ما كانتش مطلوبه. طب لماذا لم يتم الاعلان بشكل مفصل من قبل الاتحاد الافريقي بهذا الشان يا دكتور؟ يعني على الاقل الناس والصحفيين والساده الاعلاميين واللعيبه تفهم. حتى احمد فتحي ما كانش عارف، يعني كان مرشح بشكل كبير جدا ان هو ياخدها. مظبوط مظبوط. بس ايه الحاجه الثانيه كمان، ان هم قالوا ايه، ده كلام بينهم برضه بس انا مش مقتنع بيه، انا بقول لك الكلام اللي حصل داخل اروقه الاتحاد الافريقي. نعم. قالوا ايه؟ قالوا ان انا طالما بتكلم عن افضل لاعب في افريقيا محلي، يبقى انا لازم اكون متابع اللاعب ده في دوري ابطال افريقيا او كاس الكونفدراليه اللي بيلعب فيه. نعم. ومتابعه في دوري بلده ونتائجه في دوري بلده، مستواه عموما في خلال السنه. فانت لقوا الدوريات الكتيره، مثلا الدوري المصري، هتلاقي ناس كتير متابعه مثلا مستويات اداء بعض اللعيبه المميزين في الدوري المصري. عبد الله السعيد عمل ايه؟ حسين الشحات عمل ايه؟ محمد عواد عمل ايه؟ لكن اما بتيجي في على بعض الدوريات في بعض المسابقات شويه مجهوله، ما بتتنقلش تلفزيونيا كتير، ما فيش من الناس اللي بتتوقع على بطاقه استفتاء بيتابعوا الدوريات ديت، ما في حدش بيتابع مثلا دوري جامبيا. نعم دوري تنزانيا. نعم دوري مدغشقر. ما حدش بيتابع الدوريات الصغيره ديت. فبالتالي ايه؟ لقوا ان في نوع من عدم العداله، اللعيبه اللي بتبرز بس على المستوى الافريقي هي دي اللي بتبقى تحت البؤره، بينما ممكن يكون مثلا نجم كبير قوي في نيجيريا مثلا بيلعب في نادي في الدوري النيجيري، ما حدش مننا عمره تابع الدوري النيجيري ولا شاف مثلا. بس برضه دكتور، يعني كان من الاجدى ان يتم الاعلان عن الاسباب وعن التفاصيل. عندهم الموقع الرسمي، عندهم العديد من الوسائل الاعلام اللي يقدر يوصلوا لنا ان مثلا هيتم الاستغناء عن هذه الجائزه بسبب يعني تلك الاسباب، عشان تبقى واضحه سواء للاعب سواء للجمهور سواء للنقاد. بشكر حضرتك دكتور طارق الادور، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخله قيمه للغايه، ابرزت والكلام اللي احنا كنا بنقوله لحضراتكم ان موضوع الجائزه والفرنس فوتبول والمجله ودلوقتي